مرحبا بفيديو تحديات جديد وكمان جزدان جديد. وخلينا نبلش. طبعا بالنسبة لتحدي شهر 6 بقيان عنا اسبوع، اسبوع الجاي بنلعب فيه ان شاء الله ومنكمله، وراح ابلش بتحدي استيكرات الحف ونشوف شو راح يطلع معنا. خلينا هالمرة ناخد هي تحت بالزاوية نشوف شو هي. هاي الفراشة بسبعة يورو، فرح رجع التحدي مكانه. وسبعة يورو معناته شوفوا أنا باخد ثلاثة يورو من هون، واحد اثنين ثلاثة، ونحط العشرة يورو. تمام، ننتقل لتحدي النرد، نرد السداسي. هلا نشوف شو راح يطلع معنا. ستة. هلا التحدي هذا بيرجع مكانه وبنحط هون ستة يورو. هي خمسة، بدنا كمان يورو. اوكي، هاي ستة يورو. منكمل هلأ باقي التحديات، فخلينا الخمس يورو هاي نحطها بتحدي المية يورو اللي هو بنحط فيه دايما خمسة، فمنلون على هاي الخمسة هون. رجع التحدي مكانه ومنحط الخمسة بطرف. مكمل التحدي اللي بعده اللي هو العملات المعدنية. سوري صار في خربطة لأنه أنا عدت الفيديو، ففي 3 يورو من تحدي استيكرات الحف كان المفروض أنا أشيلهم بعدين رجعتهم. هدول 3 يورو رح أستخدمهم بتحدي العملات المعدنية كمان، فهي 3 يورو رح يروح. وهيك بنكون خلصنا تحديات هذا الأسبوع. إن شاء الله بتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، ونلتقي على خير إن شاء الله بالفيديو اللي جاي. سلام.